قصة الحب بين النجمة سكارليت جوانسون ومنظمة أوكسفام، وهي إحدى أكبر المنظمات الخيرية الدولية التي تعمل على مشاريع الإغاثة والتنمية حول العالم، انتهت. أما السبب فهو الإعلان الذي يفترض أن يبدأ عرضه يوم الأحد لماركة سودا ستريم المخصص لبطولة السوبر بول. فجوانسون التي بقيت سفيرة لأوكسفام طيلة 8 سنوات قررت أخيراً التنحي عن هذا المنصب بسبب الخلاف بينها وبين المنظمة حول سياسة مقاطعة المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية، ومن بينها المياه الغازية سودا ستريم. Start with plain water, add bubbles, mix in the perfect flavor. Look, a soda that's better for you and all of us. Less sugar, less bottles. If only I could make this message go viral. هذا هو الإعلان إذن الذي عرض أولاً أوكسفام لمجموعة من الضغوط للتخلي عن جوانسون. فجاء القرار من الممثلة الأمريكية بعدما صرح أحد الناطقين باسمها أن سكارليت فخورة بكل ما حققته مع المنظمة. ولكن هناك اختلافات جذرية في الآراء حول موضوع المقاطعة وفرض العقوبات الاقتصادية. أما أوكسفام فردت بالقول إنها تحترم خيارات الممثلة، لكن اختيارها كوجه إعلاني لماركة سودا ستريم لا يتناسب مع دورها كسفيرة لأوكسفام.